يقول أريد أن أشتري منزلا عن طريق البنك، البنك سيشتري لي المنزل ثم أشتريه من البنك بالأقساط، فهل يجوز ذلك؟ هذا حيلة، ما هو البنك ما شراه له، شاريه لك وسل من ثمنه بدلا عنك من باب القرض، دافع الثمن من باب القرض لك وتسدده أكثر مما دفع، هذا ربا، هذا ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما لو كان البنك عنده بيوت يملكها من قبل شريت منه ما في بأس، أما أنه ما يشري إلا إذا طلبت منه هذا، هذا معناه أنه شراه لك وسلم الثمن قرضا عليك ويسترده بأكثر منه. نعم.